في قضية رأي عام، وعمك هارون مش واخد باله ان احنا في نفس المركب، يعني لو وقعنا هنغرق كلنا. طيب ممكن تسيب ابنك بقى يتصرف؟ انسى الموضوع ده، انا هخلصه، ولو قلقان من عمي هارون سيبني انا هتعامل معاه. لو انت متخيل انك هتلوي دراعه بموضوع مارين تبقى غلطان. هو بيحبها، بس عمك هارون ما بيحبش حد في العالم قد نفسه. فيه انا اول مره اشوفك كده. يوسف باشا بيخاف. بص يا شيف يا ابني، انا عايز اقول لك كلمتين تحطهم حلقه في ودانك. كل انسان في الدنيا دي ليه رصيد من الخوف على قد قوه قلبه، وانا طول عمري قلبي جامد ورصيدي من الخوف صفر، لاني ما كنتش شايل هم غير نفسي وبس. لكن من يوم ما حضرتك شرفت انت واختك وانا شايل همومكم، عشان كده الخوف اتمكن مني. دلوقتي اللي اقول لك فيه اتحمى فيا. انا عشت طول عمري كنت بتحمى فيك. نبدل بقى الادوار شويه. ما تقلقش، ابنك في ظهرك، واللي يشيل اسم الملكي لازم يكمل ملك. اياك يا ابني في يوم من الايام تقف وش الريح. ابن يوسف الملكي ما ينفعش يتكسر، فاهمني؟ خد بالك من نفسك كويس يا شريف. ده تليفوننا احنا حكت مريم، هو في غيرها؟ هروح بقى علشان ارد عليها. وانا كمان لازم اروح على البيت عشان هارون جاي لي هناك. خلي بالك من نفسك. بالله على السلامة يا روح قلبي، سوري اني اتأخرت عليكي في الرد. ما تضحكش عليا بكلمتين، ماشي؟ ازاي ما تجيليش المطار؟ لا وكمان ما بتردش عليا. شكلك زعلانة. طيب ماشي، خليكي زعلانة بقى كده لحد ما اقابلك بالليل، انا هعرف اصالحك. صباح الخير. صباح الخير. طالما ربنا حطك في طريقة الصبح كده يبقى اكيد خير ان شاء الله. دي دعاية الكومباوند الجديد صح؟ تمام. حلو الكامبين، شغلك بيتطور جامد بعد توجيهات سعادتك. طبعا، بس في ملحوظة غريبة شوية المرة دي. نسبة السرقة بتاعتك المرة دي أقل كتير من اللي سرقته المرة اللي فاتت. ليه كده؟ ما إيه حبيبي؟ النصاب الصح لازم يبقى شيك، وانت ما شاء الله عامل كده طبعا وده واضح. الأهم إن يكون ذكي، وده مش حاصل. أنا المرة دي هاخد منك غرامة، هسميها غرامة غباء، عشان كررت نفس الغلطة وبنفس الطريقة. بعد ما تسدد الغرامة هيبقى قدامك اختيار من اتنين، يا اما تقدم استقالتك من نفسك، يا اما تفضل معانا هنا في الشركة منورنا وعلى راسنا لغاية ما البوليس يجي ياخدك. واضح؟ واضح. سوري، الفايل. انت جسمك لسه سخن،
ممكن تاخد برد، ولو جالك برد ما اعتقدش انك هتقف في المحكمه بكره اصل بطولك. وانا عايزك بصحه كويسه عشان تفضل وسط اهلك وناسك وبالذات مليكه. ده انت مذاكر بقى. بالظبط، وكمان عارفين ان الورق اللي بيدينها في الملكي بقى معاك دلوقتي. عارفين. وطلباتكم ايه؟ بسيطه، 20 مليون جنيه تاخدهم وتتنحى عن القضيه خالص. انا رايي نكمل كلامنا جوه علشان الكلام يبقى موزون، ولا ايه؟ صح كده. حظك حلو، المكان رايق النهارده. قول لي بقى ال 20 مليون دول مين اللي باعتهم وهستلمهم ازاي؟ حوار القضيه ده خلص ولا هيطلع لنا خوازيق تانيه يا ليل؟ ورانا كله متستف في كل حاجه تمام. شغل امريكاني امريكاني. بلاش شغل امريكاني دي، ما تفكرنيش. لولا قلبي الطيب كان زمانك دلوقتي راجع من هناك مترحل. يا اخي اللي بحبه فيك ما بتحبش تفوت فرصه من غير ما تنكد عليا. بس برضه ده ما يمنعش ان انت استفدت بوجودي كتير. اللباقة والقوة وحب الناس. بأمارة ايه بقى الكلام ده؟ بأمارة ان مدير اعمال سعادتك اللي هو انا كان عندي ايجنسي في امريكا، كنت مدير اعمال لنجوم في هوليوود دلوقتي. وانت دلوقتي مدير اعمال شريف الملكي. عايز ايه تاني؟ رضينا بالهم. بالهم؟ ماشي يا دير. انا عايزك بكره تركز وما يكونش في غلطة. ولا يحصل أي مشاكل تانية، عشان لو حصل كده أشوف حد غيرك. أنا يا دوب مرسال، اعتبرني بوسطة. ال 20 مليون جنيه دول تاخد ربعهم دلوقتي، والباقي بعد ما تتنحى عن القضية. تمام. ما تخافش، أنت مش محتاج سلاح. الحمد لله على سلامتك يا سيادة المستشار. الله يسلمك يا فريد بيه. الواد ده مزوق، انت مش شاكك في حد؟ مش ناوي تقول لي مين اللي بعتك؟ ما تقلقش، قريب قوي وهتعرف يا سيادة المستشار. ركبوا الواد ده. يحيى هستناك في الاسم نكمل المحطة. تسلم يا فريد. مع السلامة. يا لهوي يا لهوي، ايه اللي شرفت وشك كده؟ قول لي مين اللي ضربك ده وانا مش هسيبه. تعال هنا. هو انا مش قلت لك ما تدخلش نفسك في قضيه انا شغال عليها؟ قصدك على مداخله ليلي المصري؟ ايوه يا حازم، انا مش ناقص حد ينزل خبر ولا يكتب مقال يقول فيه ان انا بسرب لك معلومات عن قضايا وكلام لهبل ده. حقك عليا يا صاحبي، انت عارف ان انا ما اقصدش اعمل اي حاجه تضرك، وبعدين انت مالكش جمال عليا، ده مجهودي انا وامنيه مع بعض. بطل هزار، بعد كده تبقى تقول لي الاول. حاضر. مش هتحكي لي ايه اللي حصل ده؟